دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. التاسعة بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري. اهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة والعافية. من جانبه أعرب الملك سلمان عن تقديره لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة. أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول مايكل كوريلا، حيث تناول اللقاء سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وأمن البحر الأحمر. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ. وخلال الاجتماع تابع الرئيس السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وممشى أهل مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة مشروعات الشركة، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضي الزراعية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المتابعة لموقف مشروعات الشركة تأتي بهدف دفع العمل في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تم تسليمها، وكذا العمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين. أكد البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة أهمية البعد الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، وأعرب الوزيران عقب مباحثتهما بالرباط عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تكلفة معالجة حادث من هذا النوع في حال وقوعه قد تبلغ 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت للتعامل مع المشكلة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بتسريع وصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وقال بايدن إن القانون يستهدف مساعدة الأوكرانيين في القتال الدائر في بلادهم، مؤكدا أن واشنطن أنفقت مليارات الدولارات دعما لكييف. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن هذا القانون يتيح للإدارة الأمريكية حتى عام 2023 إمكانية إقراض أو تأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ولسائر دول شرق أوروبا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عواقب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الموانئ الأوكرانية المحاصرة، وطلب زيلينسكي باتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية وإتاحة عمليات تصدير القمح، مؤكدا أهمية منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الأزمة الدائرة في بلاده. І хоча б дати свій аналіз зворотній. Жодних експортно-імпортних операцій з Росії. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل.